بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. دأبت جامعة الكفيل في مثل هذه الأيام الحزينة على توفير كافة سبل الخدمات لزائري أبا عبد الله الحسين، بما يؤمن كافة وسائل الراحة لهم من ماء وكذلك وجبات طعام. وكذلك نسقت جامعة الكفيل مع الكوادر الصحية في محافظة النجف الأشرف لإنشاء مفرزة طبية. هذه المفرزة تضم عدد من تدريسي الجامعة من كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية التحليلات المرضية لتوفير بعض الخدمات من قياس الضغط، قياس السكر، وبعض الأدوية المهمة لخدمة الزائرين. وكذلك تم توفير بعض اللقاحات مثل لقاح فايزر وسينوفارم من خلال التنسيق مع دائرة الصحة، حيث أرسلوا لنا كادر متخصص لإعطاء اللقاح للزائرين الراغبين بذلك. وإن شاء الله ستكون جامعة الكفيل مستمرة على هذا النهج في كل سنة إن شاء الله، وإن شاء الله نحن في خدمة المولى بالفضل العباس، وإن شاء الله يوفقنا لخدمة زائري في هذه الأيام المباركة إن شاء الله. كربلاء جينا ننشف كربلاء مضيعينها بها زيادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أبي عبد الله، وهذه الأيام تحيي هذه الجموع المؤمنة مسيرة السير على الأقدام في الزيارة الأربعينية لزيارة سيد الشهداء عليه السلام. وقد دأبت جامعة الكفيل بإقامة ويعني تشييد موكب على طريق الزائرين لخدمة تقديم الخدمة للزائرين بمختلف أنواعها. وأهم ما يميز أيضا هذا الموكب موكب الجامعة اشتراك السادة التدريسيين بدءا من السيد رئيس الجامعة ومساعد رئيس الجامعة ويعني عمادات الكليات والسادة العمداء وكذلك طلبتهم، وخصوصا في تقديم الخدمات الطبية المفرزة الطبية لموكب الجامعة. مفرزة طبية متميزة يعني قرابة أكثر من 25 طالب ربما ويزيد يتناوبون على خدمة الزائرين في تقديم الخدمات الطبية والصحية البسيطة من قياس الضغط، قياس السكر، تقديم بعض الأدوية البسيطة مثل المسكنات، معالجة بعض الحالات الطفيفة. وهكذا يعني جامعة الكفيل حقيقة يعني تسعى باستمرار لإحياء شعائر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.